مزيد من المتابعة حول الأوضاع في محيط معبر رفح من الجانب المصري ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية أيمن عماد. أيمن مرحبا بك. لليوم الثالث على التوالي يغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بأياد إسرائيلية بعد احتلاله، ما هي آخر التفاصيل لديكم من استعدادات أمنية وكذلك إنسانية يمكن أن تبدأ وتنفذ إلى معبر رفح مع فتحه مرة أخرى من الجانب الفلسطيني؟ نعم شيماء، الاستعدادات هنا على قدم وساق من إدارة منفذ رفح البري من الجهة المصرية. المعبر يعمل على مدار الساعة، لم يغلق برغم التوترات في الجانب الآخر، حينما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية، إلا أن منفذ رفح المصري يواصل عمله بشكل دؤوب تحسبا لأي طارئ. هنا انتظار كبير لعربات الإسعاف التي تتأهب على مدار الساعة للدخول إلى الأراضي أو استقبال الجرحى والمصابين حينما يسمح بذلك من الجهة الأخرى، وتحديدا بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على منفذ رفح من الجهة الفلسطينية. معاناة كبيرة بالتأكيد، يعني كنا نرصد يوميا يعني أعداد من الحالات الإصابة وغير ذلك من أصحاب الأمراض المزمنة التي يتم استقبالهم داخل منفذ رفح البري، يتلقون الخدمة العلاجية بشكل عاجل بعد ذلك تحول هذه الحالات إلى المستشفيات المصرية. ولكن في هذا التوقيت توقف كل شيء حينما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة على منفذ رفح البري. وكما أشار رئيس هيئة المعابر بأن سيطرة قوات الاحتلال على منفذ رفح البري يعد بمثابة هو يعني إعلان أو موت لجميع الفلسطينيين نتيجة لهذه السيطرة وعدم إنفاذ المساعدات الإنسانية أو غير ذلك من يعني استقبال الجرحى والمصابين. الجرم الإسرائيلي الذي يرتكب من كارثة إنسانية لازال مستمرا، سواء بالسيطرة على منفذ رفح البري أو أيضا في عمليات القصف التي نشهدها بشكل يومي هنا منذ أن قامت يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في مدينة رفح. نتحدث بأن حتى فجر اليوم كانت العملية أو عمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال على مدينة رفح كانت هادئة نسبيا، عمليات القصف كانت هادئة بشكل كبير، ولكن مع الساعات الأولى بعد يعني شروق الشمس بدأت أن تعود هذه القذائف أو غير ذلك من العمليات العسكرية، سواء بالغارات الجوية التي تشن لحظيا أو غير ذلك من يعني المدفعيات التي تقوم بإلقاء القذائف في الارتفاع. ومع بدء الهدنة واستكمال الهدنة مرة أخرى التي تقام في الأراضي المصرية حاليا، بدأت مرة أخرى تهدأ هذه يعني الموجة التي ازدادت نسبيا في يعني الساعات الأولى من شروق الشمس. وكما تابعنا بأن مصر حذرت كافة الأطراف من يعني من التصعيد وأيضا عرقلة هذه المفاوضات لما لها من تداعيات كبيرة على المنطقة بشكل كبير. نتحدث بأن حالة التأهب كبيرة هنا في منفذ رفح بالتوازي مع كم الكارثة التي بدأت تلوح في الأفق في الجانب الآخر نتيجة لهذا الحصار الذي يعني بلغ نحو 8 أشهر حتى هذه اللحظة، وعدم الالتفات من الجانب الإسرائيلي لما يعني لهذه الكارثة وللتحذيرات الأممية من المجاعة التي بدأت تنتشر بشكل كبير. كنا نرصد شيماء في الأيام السابقة العراقيل الإسرائيلية وكيف أثرت على المناطق الشمالية تحديدا في غزة بانتشار المجاعة، وكيف أثرت أيضا على موت أعداد كبيرة من الأطفال الرضع بسبب نقص الأغذية، وأيضا أثرت بشكل كبير على كبار السن. ولكن فما بالك في هذا التوقيت لم تنفذ أي مساعدات منذ يعني أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على منفذ رفح. وكما أعلنت في من خلال هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم أن منفذ رفح من الجهة الفلسطينية لم يعاود يعني فتحه مرة أخرى إلا حينما يتم تحديد من يقوم بإدارة هذا المعبر. وان كانت توردت الانباء قبل يعني يوم بان كانت ستتوكل هذه المهمه الى شركه امريكيه، وهذه قوبلت بالرفض من الفصائل الفلسطينيه وتحديدا حماس. الجهد هنا في منفذ رفح على قدم وساق، الاستعدادات والتاهب بشكل كبير لحدوث اي طارئ مستمر ولم يتوقف. شكرا جزيلا لك ايمن عماد مراسل القاهره الاخباريه، كنت معنا من معبر رفح في الجانب المصري، شكرا لك.